اوكي ثانك يو جاسمين. كيفكم جميعا؟ بعرف انا طلب مني اعطي هالسيشن بتجي بعد اللانش بريك، سو جبنا بتكون اصعب وحده، سو اي هوب انه نقدر نستفيد منها قد ما فينا. اول شيء بدي اقول ثانك يو لدايرز اوف ذا اوشن، لجاسمين، لجينا، انه طلبوا مني اكون معكم اليوم بهيدا السيشن. مثل ما ذكرت جاسمين، هرجع شوي اعرف عن حالي. انا اسمي مروان عبد الله، انا اكزيكتيف دايركتور لاوبس، اورجانيزيشن فور بتروليوم اند انرجي سستينابيليتي، او جمعيه استدامه الطاقه والبترول في لبنان. نحن ان جي او تاسسنا بال 2015. الهدف طبعا مثل ما بقول الاسم، نشتغل على السستينابيليتي اللي هو التو فيلدز اللي هن بتروليوم وانرجي ان جنرال. نشتغل على الغوفرنس ترانسبيرنسي بمحل، نشتغل على كل شيء خاصه بالريسيرش والبوليسي دوكيومنتس بيطلعوا، ونشتغل كمان على المونيتورينج ورقابه عمل الحكومه والديسيجن ميكرز بقطاع النفط والغاز بشكل عام وقطاع الطاقه بشكل عام بشكل خاص. يعني انا شخصيا دارس علوم سياسيه وعلاقات دوليه بالاي يو جبال، ومعي ماستر دبلوماسي اند نيغوشيشنز من ساجس باريس سود. انا يعني صرت اكثر انجيج بالقطاع during my masters، اشتغلنا كثير بكذا كورس عن هالموضوع، واجا هون عند انترست بموضوع النفط والغاز وبشكل خاص موضوع الريفينيو مانجمنت. مشان هيك الريسيرش تبعي اكثر متخصص بهذا الموضوع، وعملت التيسس تبعي بالماسترز عن الريفينيو مانجمنت، واشتغلنا وقت على كيس للسوفرن ويلث فند للبنان. من هون اليوم رح يكون حديثنا عن هذا الموضوع. اول شيء بدي اقول لكم انا رح كون بحكي شوي انه مينلي بالدارج وشويه انجلش كمان، لانه في شويه تكنيكال ووردز اللي موجودين بالانجلش بس رح نشرحهم. بدي منكم هلا بس بلش، انا كل حدا يكتب لي بالتشات الاختصاص تبعه وباي جامعه عم بيعمل، اذا في مجال بس هيك انا اريون اخذ فكره انا عم بحكي كل حدا منكم شو الباك جراوند تبعه. ورح نتفق على شغله تنعملها شوي انتراكتيف، واجين لانه عم نحكي نحن بعد الغداء، بليز اي حدا عنده سؤال في اوبشن ريز هاند يعملها. وجاسمين وجينا بيقولوا لي مثلا في مسيو او مدام اكس بدهم يسالوا سؤال، ساعتها انا بوقف وبنعطي الكلام للشخص بده يسال هذا السؤال. اوكي لكن رح نبلش. نحن اجمالا ليه بنحكي عن ريفينيو مانجمنت بشكل عام؟ دائما بالدول او بالحكومات في موازنات. هلا نحن في لبنان عندنا اكسبيرينس فيري باد بهالموضوع، واليوم عم نعيش من وراء فشل الموازنات. ولكن نحن الهدف بكل شيء اسمه ريفينيو مانجمنت انه هالدوله او هالاداره اللي مسؤوله عن شعب معين تاخذ هالمداخيل اللي عم تقدر تاخذها وتعمل فيهم خدمات مناسبه للشعب. هيك بدي احكي هيك مبدا ديكسيونير. بس ليه وصلنا لمحل نحن عم نحكي بموضوع ريفينيو مانجمنت وخصوصي بموضوع الصناعات الاستخراجيه؟ لانه اليوم معروفه انه اذا انا حكومه عم باخذ ضريبه من مواطن وعم باخذ منه مثلا رسوم وضرائب والى ما هنالك، اوكي في شيء عم بيشتغله وانا عم باخذ شيء ريتيرن وعم بعطيه خدمات بالمقابل. ولكن الصناعات الاستخراجيه بشكل عام والبترول والغاز بشكل خاص، النفط والغاز بشكل خاص، هن بيجوا المنتاليتي تبعهم هي ورقة لوتو. بيعتبر الواحد او بيعتبر هالدولة انه والشعب حتى انه خلص انا ما عم بعمل ما عم بتعب، عم بيجينا هالموارد الموجودة بالارض، سو انا المداخيل هي الحق اجت هيك مثل ورقة لوتو حظ حلو لإلي وانا عندي قدرة استعملها. وهون بلشت مشاكل او بلشت نوسيون اللي هي اسمها ريفينيو مانجمنت بالصناعات الاستخراجية، وكيف نحن لا من نمشي بهذا التفكير. لانه الانسان بطبعه عنده قبلية انه يصرف اكثر، انه يبذل اكثر وما يكون عنده اهتمام بانه شو عم بيصير. بينما لما نكون عم نحكي على مستوى حكومه ودوله، هيدا الشيء مش بس بياثر اذا هالمصاري او الموارد رح يخلصوا او لا، انما بياثر على الوضع الحالي للبلد. رح نحكي عن نبلش بالوضع بالريفينيو مانجمنت قبل حصول الاستكشافات. نحن اليوم نعرف لما يصير في استكشاف، لما يصير في بترول عم بيطلع وانتاج للبترول، رح يكون في مداخيل عم تفوت على الخزينة ان كان من قبل ده، هلا بنحكي عنه بعد شوي، وحكيت بعد عنه الدكتور كارول نخلي كمان قبله. وهالمداخيل رح تكون زايد على الاشياء اللي اوريدي الدولة عم تعملها من ضرائب الى ما هنالك.
بقى في شيء بالعلم الصناعات الاستراتيجية اسمه pre-source curse، يعني لعنة ما قبل الموارد. شو يعني؟ هيدا نحن شفناها بلبنان، رح نحكي عنها هلا من كوتي تكنيك. يعني نحن اليوم بلد مثل لبنان عنده مشاكل اقتصادية، عنده مشاكل بالإدارة، عنده مشاكل فساد. عرفنا بمحل معين لبنان عنده potential انه يصير عنده صناعات استخراجية ومينلي نفط وغاز، وعملنا بلوكات وجبنا عملنا دورة تراخيص وعملنا licensing كل هول الأخبار، صارنا شركة عم شغل. شو صار في عنا بعقل اللبنانيين؟ وهذا الشيء تغزى مع الحديث السياسي الدائم، انه يا جماعة نحن ما تعتلوا هم، مزبوط مديونين، مزبوط المالية طبعاً فاشلة، مزبوط في فساد وما في خدمات، بس ما تعتلوا هم، جاي البترول، جاي مصريات الغاز، ورح نصير نحن مثل قطر ومثل السعودية ومثل كل هالدول يلي نحن منروح نشتغل فيها كلبنانية، ونحن منشوفها كموديل الدولة اللي عم تشتغل بقطاع النفط والغاز. هيدا اسمه لعنة ما قبل الموارد. يعني نحن اليوم بلشنا بعقلية كشعب وكدولة انه ما رح نهتم بالبالانس شيت تبعنا، ما رح نهتم نظبط ميزانيتنا لحالنا، ما رح نهتم نظبط الضرائب تبعنا، ما رح نهتم نظبط الفساد وكل هالاشياء اللي مفروض نظبطها، لانه نحن جايين هيدا الدعم. هيدا شو بيؤدي؟ شو يعني بريسورس كورس؟ يعني هيدا بيؤدي ان احنا لما فتنا بهالعقليه ما بقى رح نصلح، رح نضل نتدين، رح نزيد الاستدانه. وفي دول، رح نعطي اكزامبل غانا، غانا من الدول يلي اتدينت على شو معقول يطلع عندها، يعني مش حتى نطرت تبلش تصدر او تنتج بترول وغاز، عرفت انه عندها مثلا let's say reserves 100 مليون برميل، عم نحكي شو ما كان، راحت لعند السوق المالية العالمية قالت لهم انا عندي 100 مليون برميل proven reserves، بدي اتدين in return لل 100 مليون برميل اللي انا عندي هون. وهيدا شيء كتير خطر بالدول، خصوص الدول العالم الثالث والدول النامية مثل ما بيقولوا، لا تقدر تفكر بهالطريقة بقطاع النفط والغاز. عنا احنا شيء اسمه pre-source curse، هذا كلنا لازم ننتبه منه، بلبنان كلنا لازم ننتبه منه، لأنه نحن اليوم ما فينا نتدين، ما فينا نوعد حالنا أنه جاي مصاري على البترول، ونحن البلد طبعنا infrastructure طبعنا بعد ما نزاب. هيدا أول. تاني واحدة اسمها resource curse. شو يعني؟ يعني نحن اليوم صار عنا هالdiscoveries، وصار عنا production، وصار عنا انه نعرف انه بهذا البلوك، بهذا البير، في عنا ما بعرف 3 TCF، يمكن TCF يعني تريليون كوبيك فيت، هي اليونيتي دو مزور للغاز. فثلاثة TCF الفاليو تبعهم هالقد، سو انا اليوم راح كل شيء مصاري عم يجيني من هالبلوك راح احطه بالبادجت تبعي، راح اصرفه كل سنه بسنته. شو يعني؟ يعني اليوم اعتبره سنه 2025 بعنا نحن بقيمه 700 مليون دولار غاز، هال 700 مليون دولار باخذهم وبحطهم كلهم بالموازنه تبع الدوله تبعي وبستعملهم بالشغل تبعي. سنه بعدها صار عندي مداخيل مليار دولار، فطوفات هالمليار دولار مثل ما انهم استعملتهم بالبادجت. هيدي شو معناتها؟ هلا كلنا بنقول انه خي ليش، ما هيدا هول ريفينيوز عم بيجوا وعم نحطهم بالبادجت وعم استعملهم، يعني انا بقعد مصاري بستعملهم، ليه بدي اخليهم محل تاني؟ فكرة وين من وراها؟ انه اول شيء، اول خطورة عنا بالريفينيو مانجمنت تبع الاستطاعات الاستخراجية هي الستابيليتي تبعه. يعني كلنا بنعرف، كلنا بنحضر على الاخبار، اليوم هبط سعر البترول، اليوم طلع سعر البترول، اليوم نزل الطلب العالمي، وكلكم بعتقد اغلبيتكم الباك جراوند تبعكم بقطاع النفط والغاز، بتعرفوا انه في طلب عالمي، في ناس في اوقات بيهبط اوقات بيطلع، اسعار تنزل، بيصير في حروب، بيصير في مشاكل، بيصير في ازمه اقتصاديه، في كتير اسباب خارجه عن سيطره اي حدا بتخلي اسعار النفط والغاز واي كمان المينرالز، يعني حتى الذهب كمان ما يكون ستيبل، يعمل فلكتشويشن. هذا الشيء شو بيعني؟ يعني انا السنه اليوم اذا كنت عامل استيميشن على البادجت تبعي انه راح بيع 1 تي سي اف، كمان عم نعطي اكزامبل 1 تي سي اف قيمتهم راح تكون 2 مليار دولار، يمكن انا سنه الجاي ما اقدر بيعه لهال 1 تي سي اف لانه ما في طلب عليه، اقدر بيع 0.1 تي سي اف راح تكون قيمته 100 مليون دولار، لكن انا عندي 900 مليون دولار نقص بالبادجت اللي انا كنت حاطه للسنه الجاي لانه حاسب على اساس مليار دولار. هون اهميه فكره الريفينيو مانجمنت بهالموضوع، انه انا شو عم بيصير فيي؟ اول شيء عم بيصير في عندي او اوفر سبيندينج او اندر سبيندينج، عم بيصير في عندي مثلا let's say هالمصاري عم استعملها على الاستشفاء وما قدرنا نجيب زيت الاموت مصاري سنة الجاي، هالشي رح يخلي انه قطاع الاستشفاء طبعا رح يفشل، رح يفرط. اذا حنتبر هالمصاري عم استعملهم نحن
القطاع التربوي تدفع عن تلاميذ كلهم يتعلموا ببلاش، لما ما يجينا هذا المدخول زيت وسنت الجاي رح اخسر انا كل مصرياتي، سوري رح اخسر قدرتي انه اعلم هودي التلاميذ، وكمان رح يكون عندي مشكله بالقطاع التعليمي الى ما هنالك. سو نحن ريسورس كيرس هي اول كوتي تبعها هي عدم الستابيليتي بكميه المداخيل. ثاني شغله هي لانه اتس فري ماني، لانه هذا مصاري ما حدا تعبان فيه، يعني لا قبض من المواطن هو عم بنق علي انه عم بدفع لك كهرباء، ولا قبض من حدا اخذه من الارض بيعه حطه بالخزينه تبعي. بصير في منتاليتي العالم ومنتاليتي صناع القرار خصوصا بيد بلدان عالم ثالث مثل بلدنا، انه يلا ما حدا رح يرقبنا على المصريات، ما حدا تعبان فيه المصريات، خلينا نستعمله شو ما كان. بنعطي اكزامبل بغانا او بانغولا، استعملوا علم بنص رون بوان بالعاصمة عندهم، علم كلف شي حوالي 14 مليون دولار، هيك علم كبير مع ساحة مع كذا، اجت عاصفة وقع العلم، يعني ما استفادوا شي من الجماعة، وعمروا قصر كمان بالصحراء، انه هيك خلص يلا معنا مصاري شو ما كان خلينا نستعمله. شو بيصير بهالفكرة بهالسيناريو إذا صار؟ اللي بيصير انه كل شي قطاعات سوري مروان سوري بأي بلد هيدا؟ بانغولا او بغانا واني اكيد بس بعدد او انغولا او غانا واحد منهم. اوكي يس سو الفكره وين من هذا الموضوع؟ انه انا اليوم سوري اعطش الفكره اوكي سو انا اليوم كل الصناعات كل القطاعات اللي مرتبطه بالنفط والغاز رح تغتني كثير، لانه كل الناس صار بدها تشتغل هوني، كل الناس صار بدها تعمل انفستمنت بهذا القطاع لانه هالقطاع مربح وعم بفوت مصاري وكله عم بينعمل بينشغل هوني. بذات الوقت كل شيء يخصه قطاعات تانية مثل الزراعة مثل السياحة مثل الصناعات مثلا اندستريز موجودة إذا واحد بيعمل كرتون أو حديد أو كذا رح يخسروا، لأنه هودي أول شيء رح يكون عندهم دفست بالنسبة لقد قدرين يدفعوا على قد قدر يدفع قطاع النفط والغاز. هي واحد. اثنين لأنه صار في عنا spending كتير بيصير في عنا شيء اسمه inflation، يلي يعني عنده شوي background finance بيعرف inflation التضخم مثل ما عم بيصير بلبنان اليوم، كل الأسعار عم تتضخم وقدرة المواطن الشرائية عم تنزل، صار عنا احنا نوع من inflation بالبلد، بيصير في inflation وكل الناس صار معها مصاري. سو انا اذا خضرجي بقدر احط مثلا كيلو بندورة 10 دولار لانه كل الناس عم تقبض مصاري وما هتشتري ب 10 دولار. لما يصير في هذا التضخم هذا الانفليشن عم نخسر نحن قدرة البلد to be competitive باي قطاع تاني، وهذا الشيء بيؤدي انه لما يصير هذا القطاع الصناعات الصغيرة يخلص، لانه بنهاية المطاف هالغاز او هالنفط يلي عم بسحبه من الارض رح يخلص ان كان بعد 10 او 20 او 30 سنه، بتطلع انا لا قدرت ابني اقتصاد له عازل لانه اقتصادي كان كله مبني على الصناعات الاستخراجيه، لا قدرت قوي القطاعات الاخرى لانه كلها لحقت الترند تبع البترول صارت كمان هي مكلفه بحد بميله ثانيه، وثلاثه صار في كب كميه مصاري صار في تضخم صار في كمية عمولات صعبة مثل ما بيقولوا موجودة عندي. سو أنا علي كتير الكوست تبعي وبطلت أقدر أكون كومبتيتيف ولا محل، يعني صار أنا إذا أنا لبناني وفي عندي هالتضخم بالبلد ما رح أقبل أشتغل معاش أقل من 10,000 دولار برا لبنان، ما حدا رح يخدمني لأنه في حدا تاني من دولة تانية عنده نفس السكيلز تبعي عم بيقبل يشتغل بمصاري أقل. سو نحن هيدا التضخم بحكيكم انا اخر شيء شو الريزلت تبعه، هيدا الريسورس كيرس بتأدي انه هيدا البلد يصير في تضخم، انه يصير في فشل لباقي القطاعات لانه في قطاع واحد بس عم يمشي وهو عم بيفوت مصاري كل الناس بتشتغل هنيك، وكل المصريات اللي عم بينجابوا من هيدا من برودكشن او من الريفينيوز تبع قطاع النفط والغاز والصناعات الاستخراجيه عم ينحطوا بالبادجت عم يستعملوا كل سنه. هيدي خطوره هيدا السيناريو. شو الحلول اللي طلعت؟ يعني نحن اليوم عم نوصل بسنة 2020 الحلول المقترحة هي بيز على خبرات صار لها أكثر من 50-60 أو حتى 80 سنة بالصناعات الاستخراجية، وهون مثلاً ريسورس كيرسي بيسموها داتش ديزيز لأنه صارت بهولندا، وهولندا وقتها كانوا اتكلوا كثير على الغاز وكل قطاعات بقي فشلت صار عندهم انفليشن وكذا خسروا كل شيء وعملوا الريسورس كيرس عندهم، عم نحكي أكيد من 50 سنة مش عم نحكي هلا، وسموها داتش ديسيز سموها على اسم الهولندي. سو نحن اليوم بدنا نقعد نفكر كيف بدنا نتفادى هذا السيناريو وليه وشو الطرق اللي عنا اياها تا نتفادى هذا السيناريو بموضوع الريفينيو مانجمنت بالصناعات الاستخراجيه. اول شيء بدنا نفكر بطريقه انه هذا الريفينيو يعني اللوجيك بدنا ننطلق منه انه هذا الريفينيو منه ابدي، هذا بده يخلص يوما ما،
إنما مثلاً ضريبة، ضريبة أبدية، طول ما أنا عندي شعب، طول ما أقدر حتى لا ضريبة، هذا البيزكس طبع شغل الحكومة. هذا اليوم يوم ما بيخلص، إن كان بترول إن كان غاز بيخلص. تاني شيء السعر تبعه منه فيكس، يعني أنا اليوم برميل بترول من 8 سنين كان 120 دولار، اليوم 50 دولار، ومن سنة الماضي من أقل من سنة كان 30 دولار، وبيطلع وبينزل. وحتى إذا ذاكرين كلكم بمحل معين بيمكن آخر شهر أدار أو أول شهر نيسان بأمريكا صار ماينس، صار عم بتفعلكم أنا تتاخدوا من البتروليت لأنه ما عندي بقى محل أعمل ستورج له. يعني شفنا شيء مش شايفينه بالتاريخ أنه أسعار النفط صارت ماينس، مش حتى يعني ولا حتى صفر ولا حتى بلاش عم بتفعلك تتاخد بترول. بقى هيدا تاني لوجيك أنه الأسعار منا فيكس والطلب والسبلاي منا فيكس، سو ما فينا نتكل على المدخول تبعه كوان سورس. وتالت شغلة أنه إصلاح أي نظام اقتصادي وأي دولة هو أساسي لعمل الدولة، بغض النظر إذا كان موجود عنا موارد طبيعية، إذا كان موجود عنا ما بعرف أي شيء ممكن نقدر نحن نطلع منه مصاري. نحن لازم خذوا اكزامبل، أنتوا لتسي أنتوا اليوم عندكم معاش بتاخذوا بالشهر مثلا 500 دولار، جيكم opportunity تشتغلوا اكسترا مثلا طلعتوا 300 دولار، هالاكسترا أنتوا فيكم تفكروا بطريقتين، أو بتستعملوا بتروحوا بتقوا حنك زيادة تشتروا ما بعرف شيء جديد، سهروا سهرتين زيادة، أو بتقولوا أنا ماشي حالي بال 500 دولار أو مثلا بالمعاش عم بياخذوا كل شهر، خليني هالأموات الزيادة حطه بمحل أو استثمره أو ضبه لبعدين أقدر استعمله. مشكلة بلبنان كل اللي ضبون راحوا عليهم لأنه باش في مصريات بالبنوك، بس هيدا غير موضوع. سو هون إجت فكرة الصندوق السيادة. هلا فكرة كلمة صندوق سيادة اجت ليش سيادة؟ لأنه هو سيد للدولة، يعني الدولة هي الحكومة أو الإدارة طبع الدولة هي اللي تتصرف فيه، وهو سيادة لأنه ملك للشعب وملك له، يعني من أساسات أو أركان الدول. واسم صندوق شوي بغش ليه؟ لأنه في كتير نفكر صندوق سيادة، يعني أنا فتحت حساب بالبنك المركزي مثلا لتسي، أو فتحت حساب معين للدولة اللبنانية أو للدولة اللي بدها تعمل صندوق سيادة، سميته حساب الصندوق السيادة، جبت كل شيء مداخيل حطيتها بالصندوق نمت عليها وكفيت حياتي. لا، هي اسمه صندوق سيادة ولكن الفكرة تبعه هي to save، إني أنا أدخر للأجيال الجاية، لأنه بنرجع نعيد هالموارد الطبيعية يوما ما رح تخلص، وأنا ما في اليوم أنا عم بستفيد من هالموارد، بس يلي بيخلق بلبنان بعد 40-50 سنة ما يستفيد منها لأن أنا أوريدي خلصتهم للموارد، مثل ما أنا عم بستفيد من شيء اللي من 50 سنة ما قادر يستفيد منه لأن ما كان فيه التكنولوجيا الكافية يمكن نقدر نسحب هالموارد الطبيعية. بقى هيدا اسمه الصندوق السيادة للأجيال القادمة، وهدف تبعه أنه نحافظ على بالانس مالي واقتصادي بالبلد الموجود فيه خلال فترة الاستخراج وما بعد فترة استخراج الموارد الطبيعية. بقى هيدا نحن هول بس ثلاثة نصيون بتكون تكونوا براسكم لما نحن عم نحكي عن موضوع صندوق السيادة. لكن صندوق السيادة فكرته هي نحول هالموارد اللي رح تخلص يوما ما لموارد ما رح تخلص. كيف يعني موارد ما رح تخلص؟ يعني اليوم ما يسمى بالصندوق رح يكون هو شغلته يحول المصاري الليكويديتي اللي عم تجي اللي عم يدفعوها الدول عم تشتري منها غاز ونفط لا assets، لا مثلا مشاريع استثمارية، لا اوتيلات، لا ستوكس بالسوق المالي العالمي، يعني أسهم بشركات، لأملاك موجودة، لاستثمارات بشركات، إلى ما هنالك. يعني إحنا اليوم عم نحكي بأندلس، أكيد هون واجب أو دور الاقتصاديين إنه هن يحددوا كيف الطريقة المثلى تنعمل أحسن بروفيت موجود، ولكن هي واجبات الدولة وصناع القرار البوليسي ميكرز النواب والوزراء يحطوا القانون التنظيمي لهذا الموضوع. وبعد شوي رح نفتح كيس ستادي شوي عن لبنان نحكي نحن بلبنان شو قدرين نعمل بهذا الموضوع. لكن هيدا هو صندوق السيادة. رح نحكي شوي، رح أعطيكم شوي اكزامبل هيك كم فكرة عن الصندوق السيادة النرويجي. اليوم فكرة الصندوق السيادة كل حدا لما يحكي عنه خصوصا اللي نحن اللي نشتغل بقطاع النفط والغاز دائما بيروح راسنا على النرويج، أو دائما best practice هي النرويج. ليش؟ النرويجيين بأواخر الستينات سبعينات القرن الماضي كانوا بلد مليته منا منيحة، بلد فقير، اقتصاده زراعي وبيتصيدوا سمك أكتر شيء،
وكان عم بيصير في شوية هيك شغل ببحر الشمال بيقولوا له هنيك شوية شغل إنه يجربوا ينقبوا على الغاز والنفط. كانت الشركات أغلبية أمريكانية إنه تقدر هي تتنقب عن الغاز، ما كانوا عم بيلاقوا إلى أن آخر شيء يعني كان بعد في بس مشروع واحد ورخصة واحدة، وكانوا مقرين من وراها إذا ما لقيوا شيء رح نحن نسكر قطاع النفط والغاز ونركز على شيء تاني بالناروج. آخر بير عم بيحفروا بيلاقوا فيه حقل كتير كبير للغاز بالناروج، واللي بعده لليوم هذا الحقل عم يستخرجوا منه ودايماً عم بيرجعوا يحفروا أبار أخرى بهالحقل، وبلش العهد الغاز والنفط بالناروج. الناروج هي دولة غاز أغلبية التصدير تبعها من صناعة استخراجية. شو عملوا النرويجي بوقتها؟ النرويجي بوقتها كان وضعه مثل وضعنا، يعني وضع اقتصادي بلد كبير بس عنده عدد سكان قليل، القطاعات طبعه منا كتير مربحة ومنه هالبلد المهم بأوروبا. قالوا نحن عنا خيار، أو منجيه هالوصيات مستعملة كلها ونحسن وضع اقتصادي بسنة أو سنتين، أو منعمل استثمار للأجيال اللاحقة. عملوا هن هيدا الخيار، راحوا باستثمار. اليوم الصندوق السيادي النرويجي هو من أكثر الصناديق الكبرى العالم، أكثر صناديق المفصل أو في diversification للاستثمار فيه، ومن أكثر الصناديق يلي فيه قوانين ترعى عمله. هلأ بحكيكم كيف شو يعني الصندوق السيادة بالنروج، رح أعطيكم رقم حطوه براسكم، هذا رقم هو عنده 1.1 تريليون دولار، يعني 1,100 مليار دولار assets. يعني هيدا الصندوق السيادة هيدا قيمته، تخيلوا معي الرقم 1.1 تريليون دولار قيمة الصندوق السيادة النروجي. الصندوق السيادة النروجي بيملك 1.4% من كل ستوكس بالعالم، مش بأوروبا ولا بالنروج، بالعالم 1.4% من ستوكس بيملكها هيدا الصندوق السيادة. اليوم استيميشن الصندوق لكل مواطن نروجي، إذا اليوم اعتبرنا اليوم أخذنا الصندوق بعنا كل الأملاك تبعه، أخذنا المصريات ووزعناهم على المواطنين النروجيين، كل مواطن نروجي مواطن بيطلع له 195,000 دولار أمريكاني إذا اليوم قررنا نصفي الصندوق ونوزع مصرياته للعالم. الحكومة النروجية حسب القانون النروجي بحق لها تستعمل بالسنة فقط up to 3% من حجم الصندوق. يعني هي كمان عم نحكي نحن الصندوق بيعمل أرباح سنوية، هل الحكومة بحق لها بالسنة تستعمل 3% فقط up to 3%، فيها تستعمل أقل 2 أو 1 حسب حاجة الميزانية النروجية. عم أعطيكم هالأرقام بس تشوفوا قد إيه أهمية هذا الصندوق، قد إيه اليوم النروج يعتبر من بلدان العالم الأول، مش لأنه هن ما بعرف لحالهم قرروا يعملوا هذا الشيء، لأنه هن عندهم مقومات خليهم يعملوا هذا الشيء، وواحدة أحد هالمقومات هي الصندوق السيادي النروجي. شو فكرة قبل ما نرجع نحكي عن كيس لبنان، رح نحكي شوي أنواع المداخيل. أكيد كمان دكتور كارول قبل حكيت عن الموضوع، في عدة أنواع مداخيل بقطاع النفط والغاز. في الرويالتي حكيتكم عنه، في المداخيل من بيع البترول وربح البترول بيسموه، وفي ثالث مدخول هو الضرائب. إجمالاً كل هول المداخيل منا مداخيل ثابتة، وكل هول المداخيل إذا هني بيفوتوا أو لا بالصندوق السيادة، هم كل دولة بتحدد حسب القانون تبعها شو بتعمل بهول المداخيل، قد ايه منهم بيروح على الصندوق السيادة. وكمان عنا ثلاثة فاز من المداخيل. أول فاز هي ما قبل التصدير وما قبل الإنتاج، عفواً خلال الإنتاج وما بعد الإنتاج. ما قبل الإنتاج هو حالة لبنان اليوم، لبنان بعد ما أنتج ولا برميل البترول ولا حتى بعد فيت غاز وحدة. سو نحن اليوم بس لبنان عم بيعمل مداخيل، هذا الشيء بتكون تعرفوا أنتم. اليوم لبنان عم بيعمل مداخيل من قطاع النفط والغاز. كيف يعني؟ لبنان لما عمل سيرفي تبع البحر تبعه وجاب الداتا يلي باع على الشركات، المسار اللي اجتهم من بيع الداتا للشركات هي ريفنيو بقطاع النفط والغاز. الضرائب والرسوم اللي دفعتها توتال واني ونوفاتيك والشركات اللي ما عاد تجي تشتغل بلبنان وتبلش الاوبريشن تبع، هيدي مداخيل للدوله نفط وغاز مينلي بالضرائب. اذا بدكم الاستثمار يلي حطته هي مداخيل، ولكن الاستثمار يجي مدخول انديركت لانه بيروح اغلبيته للقطاع الخاص وللشغل بقلب لبنان. هيدا البري برودكشن. ديورينج ذا برودكشن الاهم شقفة من المداخيل هي الانتاج، هي الغاز او النفط اللي عم ناخده وعم نبيعه.
اليوم في كذا نوع كونترايات تنعمل بين الدولة والشركات. لبنان عنده كونترا اسمه Production Sharing Agreement، يعني لبنان مع الشركات اللي بتشتغل بقطاع النفط والغاز بلبنان عمل اتفاق تشارك الانتاج. يعني انا اليوم توتال ما باخد من مروان علقت. سقف نحن بيطلع لنا 0.65. We lost you for a minute. بس سوري بس وين قطش؟ آخر جملة. أوكي. كنت بلاش اليوم إذا لبنان عم بيبيع سقف لبنان بياخد 0.65 وتوتال تاخد 0.35. هيدا بس عم شرح لكم شو البرودكشن شيرينج أجريمنت بيننا وبينهم. ولبنان بعدين هود الغاز اللي عم ياخذون هو بيقرر شو بيعمل فيهم، اذا بيبيعون اذا بيستعملون جوا غير موضوع. سو نحن during the production phase اللي هي اجمالا بتمتد 20-25 سنه يمكن 30 سنه حسب كل بير قديش. هيدا بالبير الواحد يمكن نرجع بعد 10 سنين نكتشف غير بير كمان بياخذ 25-30 سنه. during هيدا الفيز بيكون اهم مدخول عم ناخذه هو المدخول البرودكشن، وتاني واحد هو بيكون الضريبة، وتالت واحد هو الرويالتي. أكيد هودي الدولار أمانت طبعاً بيفرق حسب قديش في ريزيرفز، قديش في برودكشن، وقديش في أكتيفيتي. تالت فاز من المدخول هي ما بعد انتهاء تصدير أو سوري انتاج النفط والغاز. هون بنكون نحن وقفنا نفوت مداخيل من الصناعات الاستخراجية، بنصير المداخيل الوحيدة عم نفوتها هي من الاستثمارات يلي عم بيعملها الصندوق السيادي. برجع بعد تكون استثمارات فيها تكون ستوكس، فيها تكون استثمارات بشركات يشتروا حصص بشركات، فيها تكون مشاريع عقارية، فيها تكون ما بعرف في صناديق استثمارية مشترية أبنية بلندن وبباريس وكذا وأوتيلات إلى ما هنالك. يعني ما في دومين معين بيقدر يشتغل فيها، هذا كله بحدده القانون التنظيمي وكمان بحدده الهيئة الإدارية تبع هذا الصندوق. بلبنان خلينا نحكي شوي عن لبنان. رح احكي انا شوي اخذ موضوع تبع شو مسببات او شو موجبات صندوق سياده بلبنان. اوكي، اول سؤال بدنا نساله على حالنا احنا، في سبع اسئله بدي اسالكم اياهم. اول سؤال هو الوقت تبع نبلش صندوق سياده بلبنان، يعني احنا اي متى لازم برايكم، ها بدنا نحكي عنهم بالديسكشن، أي متى نحن لازم نأسس صندوق سيادي بلبنان؟ أوكي، هذا بدنا نفكر فيها سوا. ثاني سؤال هو كيف الهيئة الإدارية بتكون تبعه؟ لأنه بنعرف في لبنان كل حدا بيقدم مشروع قانون، صار في عنا أربع مشاريع قوانين للصندوق السيادي، كل حدا بيقدم قانون مبني على هو مصلحته السياسية ومصلحته، بس نحن كيف لازم نشوفه كإدارة للصندوق السيادي؟ ثالث واحدة هي شو الانكم سورس تبعه، يعني احنا هل بدنا بس نحط عائدات البيع الغاز، ولا نحط كمان عائدات الضرائب، ولا نحط عائدات الرويالتي، هل بدنا نحط نحن 100% من العائدات، ولا بدنا نحط نحن 50% ولا 80% من العائدات، كمان هذا موضوع لازم نحن نفكر فيه سوا. رابع واحدة هي الإدارة، يعني انا اليوم شو بدي اعطي صلاحيات للهيئة الإدارية تبع الصندوق، هل انا بدي اسمح لهم يستثمروا كل المصريات بقطاع واحد، هل بدي حدد لهم قد ايه الريسك برسنتج لازم يكون، ولا هن بدي حددوا قد ايه البروفيت برسنتج، ولا هن بدي حددوا بدنا نحط انفستمنت جايد لاينز. هون كمان خلينا نفتح شوي بارانتيز عن موضوع النروج، انه صندوق السياده النروجي عنده شيء اسمه ethics guidelines، يعني اليوم صندوق السياده النروجي ممنوع يستثمر بشركات معينه لانه هالشركات بتعمل اكتيفيتيز منافيه للكود اوف ايثكس النرويجي، يعني مثلا شركات بتصنع دخان، شركات بتنتج سلاح نووي، شركات بتنتج سلاح هيدا الغام، شركات يعني عندهم نوع من ايثكس، قد ما كان مربح الاستثمار بهالشركات ممنوع نعمله. سو نحن كمان هل بلبنان بدنا نروح هالقد ولا لا، بدنا نفكر اول شيء بمصلحتنا وين الاستثمار، هل نحن بيناسبنا انه لبنان يعمل استثمارات داخل لبنان ولا لا بيناسبنا اكثر يعمل استثمارات خارج لبنان وليش. هيدي كمان في جواب لها، بس بهمني كمان اعرف برسبكتيف تبعكم.
وكمان شو استراتيجي تبع هذا الصندوق بوست اويل ايرا؟ يعني احنا خلص انتاج البترول والغاز بلبنان بعد 30-40 سنة، بعد في عنا هالصندوق موجود، شو بنعمل فيه؟ نحن بنحوله لشيء تاني، بطل عنده مداخيل من البترول، عنده بس مداخيل من الاستثمارات تبعه. نحن كيف بدنا نفكر لبعدين بهذا الصندوق؟ بقى هون بدي افتح شوي مجال لنحكي شوي بهذا الموضوع، اذا حدا عنده انترفنشن بهول الاسئله اللي سالتهم. خلينا نركز على لبنان لانه كنا عم نحكي عن هلا نركز على موضوع لبنان، فبعدين نفوت بالاوبشنز الموجوده عندنا وكيف فينا نعمل سيستم مناسب للبنان بموضوع الصندوق السيادي. بقى اذا فينا ناخذ هذا الاوبننج كويستشنز هول اكيد كون عنهم، واللي عنده جواب بليز او ريز هاند وبيعطوكم الكلام جينا وجاسمين في كان دو ذات. او just unmute yourselves and pose the question if anyone has a question or an intervention. يعني بتكون تجاوبوا على الاسئله اللي طرحها مروان. طيب خلينا ارجع هيك افصل شوي الاسئله. اول سؤال هو هل برايكم انتم كل حدا هون يعطي رايه لازم لبنان اليوم، يعني نحن 2020 ليت سي عملوا هلا في جلسات لمجلس النواب، هل برايكم لازم نحن باول ديسمبر يجي مجلس النواب يصوت على قانون انشاء الصندوق السيادي في لبنان ويبلشوا يشوفوا مين بدهم يعينوا الهيئه الاداريه تبعه وكيف بده يبلشوا شغل؟ هل برايكم هذا الشيء لازم يعمله لبنان اليوم ايه او لا وليش؟ انا بقول لا، بس السبب ليش لا؟ لانه بالنسبه لي نحن بعدنا بعجز وخساره، بعدنا عم ننزل بخساره. فالصندوق السيادي ما بتوقع، ما بعرف افصل لك اياها اذا راح يكون له معنى بالنسبه وراح يكون عم بركزوا عليه، ما اذا بركزوا اذا بنطلع نرجع. اوكي وبالنسبه لي لا. اوكي اوكي ليال ثاني كان عنده كمان جواب. هاي انا برايي بعد بكير لنفكر انه نعمل صندوق سياده، لانه هلا الافضل نركز على هيكليته وادارته كمان نطلع بقانون يكون مناسب للبنان. ما لنا بحاجه لموظفين وهميين او موظفين بلا شغل بالوقت الحالي. الافضل نركز على اداره وأهداف يكون القانون 100% ضابط كرمال نكون جاهزين لما يصير في عنا اكتشاف غاز أو نفط نكون جاهز. ساعات عم نعمل صندوق سيادة مش هلأ. okay. في عنا رولا نجم جاوبت على الشات بوكس: In my perspective it needs more time for taking this decision due to the economic situation of Lebanon although it is essential. okay. طيب لكن مثل ما قلنا ما في صح وغلط بهذا الجواب، وحتى المجلس النواب اليوم بلبنان في دباع عن هالموضوع. حاعطيكم انا رايي وادعموا شوي بحقائق ليش برايي انا هذا الشيء. انا اليوم نحن كمنظمه وبعتقد اغلبيه الجمعيات الموجوده بالتحالف معنا من امن انه هلا اتس تو ايرلي، انه بكير كثير نعمل نظام الصندوق السيادي ونبلش عمل فيه. هلا في بارانتيز صغير انه فينا احنا اليوم نعمل قانون ونعمل نظام ونقول انه بس ما راح يبلش عمل انطل مثلا لا تسي 5 سنين لقدام. ليش؟ لانه اليوم اول شيء بعد ما عندنا مداخيل نحن من النفط والغاز، مداخيل البتروليه الكبيره، يعني اليوم مداخيل تبعنا مثل ما قلت لكم هي اشياء صغيره مبنيه على العمل تبع الشركات ومبنيه على بيع الداتا. ولكن اليوم العمل المضبوط تبع الصندوق السيادي هو بده يكون لما يصير في مداخيل كبيره تبع الغاز، يلي نحن او اي حدا بيشتغل بالقطاع بيقول لكم ما رح تجي. رح نعتبر اليوم عم بيمشي لبنان باحسن طريقه باسرع طريقه، كل المراسيم والقوانين عم تطلع بوقتها، ما رح يكون في مدخول للبنان من النفط والغاز قبل 8 years. ليش؟ لانه اليوم بعد ما عملنا ديسكوفريز ونحن حفرنا بير، بعد ما في يعني ما عندنا نحن قدره انه نبلش ننتج لانه هالبير طلع ما في بترول، وهلا رح طلع رابور قريبا تخبر شو اكتشفوا بهذا البير. ثاني شيء نحن عندنا بعد مشاكل
حدودية مع إسرائيل وعم هلأ نخلص بموضوع المفاوضات ونقدر نوصل لمحل نصير نقدر نستثمر. عنا ثلاثة بلوكات مهمين على الحدود مع إسرائيل ضروري يخلص الترسيم طبعاً تقدر نستثمرهم ويصير في عنا بيئة جيدة للاستثمارات. سو نحن اليوم نهار يلي منلاقي يلي بيقولوا لكم في شركة حفرت بير ولقيت بهذا البير ريزيرفز كوميرشال ريزيرف يعني بيقدروا يستخرجون ويبيعون وكميتهم منيحة, من هيدا النهار لنهار نطلع أول برميل أو أول شبر غاز بدنا تاخدنا فترة 7 إلى 8 سنين لأنه عنا development plan طبع الحقل, عنا الدريلينج يعني الفترة اللي عم فيها دريلينج, هون كمان في كذا معيار بيتخذ بالاعتبار, معيار المالي, معيار الكلفة قد بدها تكون, معيار البيئة, هون جينا بتعرف كتير هذا الموضوع قد المعيار البيئة مهم خصوصا ببلد مثل لبنان, المعيار السيرفيس لأنه أنت اليوم لما يكون عندكم بلاتفورم بحر بيكون في سيرفيس لألا على البر ودروال معيار الماركت السوق. نحن اليوم لمين بدنا نبيع, اعتبروا إنتاجنا لمين بدنا نبيع, في مشاكل كتير كتير عم تصير بالمنطقة, في صعوبة علينا نبيع, بقى كل هؤلاء العوامل بتخلي إنه نحن اليوم أي قرار إنه اليوم نبلش عمل بالصندوق السيادي بلبنان هو قرار متسرع وقرار رح يكلف مكلف مثل ما قال ستيفان, لأنه إحنا اليوم دولة مفلسة ما معنا مصاري, بدنا دولار من غيمة وبدنا ليرة من غيمة, والأشخاص اللي رح يجوا رح يكونوا جايين على دولة وإدارة مهترية وفاسدة ما رح يكون عم بيقدروا يعملوا الشغل أو الأدد فاليو المطلوبة منهم لهيدا الصندوق يكون عن جد صندوق سيادة للأجيال القادمة. مشان هيك التروي ببداية عمل الصندوق أساسي, إذا عم نحكي اليوم بدنا نعمل قانون بس نحدد هذا العمل إطار العمل تبعه ونحدد الأطر الأساسية تبعه بلا فينا نعملها أكيد لأنه شيء مهم, ولكن تنبلش عمل ونجيب هيئة إدارية وبورد يشتغل عم نحكي نحن شوي بعده بريماتشور نقدر نعملها وشوي صعب للبنان نقدر نعملها ونبلش فيها. هيدا هيك أول سؤال حبيت بس أعطيكم البرسبكتيف تكنيكال بس أجين ما في صح وغلط بهذا الموضوع. ثاني نقطة كمان رح أرجع أسأل سؤال بطريقة تانية, برأيكم أنتو هل لازم لبنان يحط كل المداخيل من القطاع النفط والغاز حسب ما موجود بالقانون بصندوق السيادة ويستثمر فيهم ويحطهم ويجمعهم لبعدين, ولا لازم لأ لبنان يستعمل منهم بالبادجت السنوي وبارت تاني يحطه بالصندوق السيادة, أو لازم لبنان خي ما يعمل صندوق سيادة؟ في كتير اقتصاديين مش عم بحكي ناس حيا الله قالوا إنه لبنان لأنه بلد في كتير فساد في كتير طائفية وفي كتير السياسة تبعنا منا سياسة الدولة, خلينا ناخد هالمصريات نشوف قديش في مواطنين لبنانيين موزعون بالتساوي على الشعب اللبناني وخلي كل واحد يدبر راسه بالمصريات تبعه. انتو شو برأيكم هل لبنان اليوم بحاجة لصندوق سيادة, وشو برأيكم لازم يكون يعني قديه برأيكم لازم الصندوق السيادي يكون هو الوحيد اللي عم ياخد هالمداخيل, ولا لا كمان البادجت السنوي أو الميزانية السنوية للدولة لازم يكون عم يطلع على حصة مداخيل؟ مين بحب يناقش هيدا الطرح؟ ستيفان تفضل. بالنسبة لألي لازم المصاري اللي بيطلعوا لنا إياهم من البترول أو من البيع اللي المنتوج اللي عم يطلع لنا لازم يتقسم على 3 مراحل. أول مرحلة نحط بالصندوق السيادة لأنه نحنا المصاري اللي عم طلعها هيدا منه بس لأنه هيدا كمان اللي رح يخلق بعد 50 سنة كمان حقه يكون عنده من هالمصاري. والبارت الثاني نحط بميزانية الدولة نحاول نغطيها قد ما فينا. والبارت الثالث منطور السياحة عنا بلبنان تيكون في إنكم تاني غير البترول, فأنا هذا اللي بالنسبة لي لازم نعملهم بالإنكم طبعا المصاري. Thank you. حدا غير كمان بحب يشارك أفكار؟ طيب نحن إيش الفكرة تبع ستيفان؟ نحن اليوم في كذا مدرسة بهذا الموضوع أو كذا طريقة تفكير, ولكن بدنا نناقش الطريقة اللي أنت حكيتها اللي هي أقرب لسيناريو لبنان, وهون أنا بدي بوافق معك على النقط اللي ذكرتهم. أول شيء أكيد نحن بلبنان لازم نحط مصاري بصندوق سيادة, يعني اليوم بدكم حطوا براسكم الذهب تبع لبنان, كلنا بنسمع كل ما هيك تحز المحزية عنا ذهب موجود بأمريكا
هيدا الذهب فينا نبيعه بيعملنا 18 مليار دولار منظبط وضع البلد. ولكن هيدا الذهب ما تنسوا هو آخر خرطوش عنايها. هيدا الذهب إذا صرفناه وما استعملناه مزبوط انتهى البلد، انتهى العملة طبعاً، انتهيت رح تصير العملة الدولار يزيد، مش كل يوم يزيد 100 و200 ليرة، يزيد كل يوم 10,000 رح يصير إذا مش أكتر، إذا مسأنا استعمال آخر خرطوش عنايها اللي هي الذهب. بقى اليوم بدنا نفكر نحن البترول مثل الذهب. نحن البترول ما فينا نجي نقول يلا صفينا مصاري حتى هيك كنا بالبادجت ومشينا فيه، بدنا نكون كمان أذكي بالاستثمار بالاستعمال تبعه. اول شيء اكيد صندوق سيادة مهم، لانه نحن بحاجة انه هالمصرية تحطهم بمحل يكون عندنا ريزورس تبعنا، نحولهم من بترول لريزورس ليكويديتي، والريزورف ليكويديتي نحولهم بعدين على اسيتس لشيء بيقدر يضل عم بيستمر بانه يفوتنا مداخيل، وكمان ما يكونوا بقطاع واحد، يكونوا بعدة قطاعات. في حال لتسي صار في عنا اعتبروا استثمرنا بقطاع شركات تكنولوجي، صار في مشكلة وما عنده شركات تكنولوجي هنا الأساس، نستثمر كمان بشركات زراعة، نستثمر كمان بشركات الطاقة متجددة إلى ما هناك. ثاني نصيون هي البادجت. مزبوط لبنان بحاجة، ولأنه بلد مزبوط، لأنه بلد ما في حوكمة مزبوطة، بحاجة لينعمل برسنتج معين أو كمية أو مدخول لمبسم. وهذا كان أنا الفايندينغ تبعي بالتيسس تبع الماسترز تبعي، إنه لا لبنان بيعمل هايبريد سيستم، يعني بارتي يروح على صندوق السيادة بارتي يستعمل بالبادجت. ليش؟ ومش شو ما كان بالبادجت، مش نحطه بالخزينة ونقول لهم استعملوه يا شباب، يكون هدف لقطاعات بتنمي بتحسن اقتصاد لبنان. شو يعني؟ نحن اليوم لبنان بيعاني مشاكل انفراستراكشر، ان كان كهرباء، مواصلات، الى ما هنالك، بيعاني مشاكل بالخدمات اللي بيعطيها للشعب تبعه، وبيعاني مشاكل قدرة القطاع الخاص انه يشتغل ويستثمر سو نحن اليوم الفكرة تبع لبنان بتكون انه خلينا نعمل صندوق استثماري تابع للصندوق السيادة. الصندوق الاستثماري بيشتغل بالكهرباء، بيشتغل بالمدارس، بيشتغل بالمستشفيات، بيحسنها، بيحسن قدرة المدارس والمستشفيات بتعطي خدمات احسن للعالم، بيساعد انه نقدر نجيب كهرباء ل 24 24، وكمان يمكن نستثمر بقطاع التليكوم، لانه اليوم كلنا هلا عم نعمل نحن الويبينار تبعنا على زوم، فنحن لو ما في تليكوم، لو ما في انترنت، لو ما في كهرباء، ما كنا قادرين نعمل هذا الشيء اللي عم نعمله اليوم. هذا شيء كثير اساسي لاستمراريه البلد. هون بيجي لبنان بيقول انا الاماونت رح جيبه اللي هو رح نعتبر 200 مليون دولار مثلا بالسنه، رح يكون متخصص بس بهودي ثلاث قطاعات، وهدفه بس يعمل استثمارات بهود القطاعات وينمي الطاقات البشرية والقدرات البشرية اللي أنا عندي إياها. ثالث نقطة اللي حكى عنها كمان ستيفان هم هي موضوع الاستثمار، يعني هو ذكر السياحة بس نحن بنعمل استثمار، والاستثمار بيكون هدفه أنه يقوي قطاعات نحن عنا إياها قوية بس بحاجة لدعم. رح نعطي اكزامبل هون تشيلي. تشيلي كمان اللي عندهم كان صناعات استخراجية، جابوا استعملوا المصاري بالفيشنج بالصيد. عندهم هن صيد سمك كتير مهم، يعني صيد التونة وصيد أي كل أنواع السمك، لأنه عندهم الشط طبعاً كتير كبير. تشيلي إذا بتشوفوا على الخريطة بجنوب أمريكا كلها تقريباً تشيلي هي على البحر، باستثمروا. واليوم الصندوق السيادة بتشيلي المدخول تبعه من أرباح الفيشريز، من أرباح الصيد أو قطاعات الصيد ومين للتونة إلى ما هنالك. يعني قدروا جماعة شافوا شو عندهم قطاع ما رح يخلص، يعني كلنا بنعرف السمك بالبحر ما رح يخلص، انه في بيكون في مشاكل، بس هاجينا اكيد اللي لا ما رح، مش مزبوط، بس انه الى حد ما رح يضل في سمك بالبحر. بقى هيدا قطاع قادر يتجدد وقادر يستثمره، ومثل ما قال ستيفان بلبنان قطاع اللي رح يتجدد ويجدد حاله قطاع السياحه. سو نحن كلها استثمارات بقى تكون بقطاعات لبنان اوريدي قوي فيها، ان كان قطاعات سياحه، ان كان قطاع الخدمات بشكل عام مش بس سياحه، ان كان بفترة معينة كان البانكينج سكتر قطاع مهم هلأ اليوم تدمر، ولكن في كتير أفكار يقدر لبنان يفكر فيهم لقطاعات تندعم لهالقطاعات سيلف سستينبل، وهي كمان سير اللبنانيين عم يشتغلوا فيها، مش بس كلهم عم يشتغلوا بالقطاع النفط والغاز إذا بكرة صار عنا صناعات استخراجية. حبينا هيك نعمل اكزرسيس صغير، لأنه الفكرة من وراها نفهم، مش يعني نرجع على فكرة الريفينيو مانجمنت، مش يعني أنا طلعت مصاري من النفط والغاز يعني خلاص أنا في استعمالهم كيف ما كان. هي أول فكرة. ثاني فكرة، مش يعني إذا أنا فترة معينة عندي إنتاج نفط وغاز يعني هيدي الفترة الوحيدة اللي بستفيد منها المداخيل، أنا شطارتي أو شغلتي كدولة أو
كبلد بدي أمن استمراريته الاقتصادية والمالية، إنه يحول هالمداخيل المؤقتة اللي رح تخلص لمداخيل دائمة وتحولها من مسار الليكويديتي لاستثمارات، والاستثمار رح يضل. يعني هون بيصير شغلة الخبراء والاختصاصيين هن يغيروا يبيعوا ستوكس بشركة مالبورو، يشتروا ستوكس بشركة بتعمل سولار بانلز، يبيعوا ستوكس بشركة بتعمل ما بعرف مراوح، بيجيبوا ستوكس بشركة بتعمل سيارات إلى ما هنالك. فهون نحن الهدف طبعا نحول هالمدخول بده يخلص لمدخول بيتجدد. وثالث نقطة هي الحوكمة. هيدي حبيت أنا أختم الانترفنشن تبعي بهيدي الفكرة. ما في شيء بينجح بلا ما يكون في إدارة رشيدة وحوكمة رشيدة وشفافية له. يعني لو عم نحكي نحن بمليارين دولار عم يجوا هيك من باراشوت على لبنان مش تعبانين فيهم، بس جبنا شركة سحبت غاز وعطتنا مليارين دولار، لو هالقد هي المسار اللي عم تجينا، ما لازم ننسى إنه الحوكمة أساس، الشفافية أساس، وقدرتنا نحن نعمل أحسن بالانس بين الـ return on investment و level الحوكمة. لأنه اليوم بلا حوكمة لو عم بيعطونا مئات ملايين دولارات، اللي هو كان حالة لبنان كان بيجي مئات ملايين دولارات كل سنة، وقدرنا بشطرتنا نفشل كمان ونفشل البلد طبعنا، ما لازم نعمل زيت الغلطة بقطاع هالقد مهم مثل قطاع الصناعات الاستخراجية وخصوصا بلبنان النفط والغاز، لأنه هيدا فشل فيه ما رح يأدي بس انه اي اوكي بيزيد دين العام طبعا، رح يأدي لدمار زيادة. مثل ما حكينا اول شيء رح يكون عندنا resource curse، لان رح يصير نكب مصاري شو ما كان ونخسر القدرة تبع لبنان ويكون في عنده competition باي قطاع اخر. بقى الحوكمة 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 بشو ما يعني بكرة لما يجي يقول لكم نقاش عن صندوق السيادة، اول سؤال شو هي، شو الاطار الحوكمة تبعه. لما يكون في نقاش عن إدارة المداخيل، أول سؤال شو إطار الحوكمة تبع المداخيل، كيف بدنا نتأكد نحن إنه هالمداخيل عم تجي بطريقة مزبوطة هي ذاتها. يعني أنا ما بدي يكون توتال عم تدفع لي 100 مليون دولار بس عم يوصل على خزينة الدولة 80 مليون، حدا أخذ 20 مليون على الطريق، ما بيهمنا هذا الموضوع، ضروري يكون عندنا سيستم ما بيخلي هذا الشيء يصير. ثاني شيء مش إذا أجوا 80 مليون يوزعون على بعضهم الشباب، أنت خذ هالوزارة أنت هالوزارة يوزعوا خدمات على العالم، لا، بدنا نعرف انه هالمصريات عم تستعمل بمحل صح، والافاده تبعه كمان مهمة، مش بس محل صح، يعني مش بس انه عمرنا مدرسه سقفها ذهب، ما بيهمني مدرسه يكون سقفها ذهب، بيهمني المدرسه يكون فيها انفايرمنت منيح للتلاميذ يتعلموا، يكون فيها تولز بتخلي التلاميذ يكونوا هن ناجحين. بقى الحوكمه تبع الصندوق وحوكمه تبع العائدات هي أساس بدنا نفكر فيه، بعدين بنفكر نحن أو بعدين الاختصاصيين بيفكروا بوين بدنا نحط المصريات، بشو بدنا نستثمر، قد بدنا نجيب ريفينيو إلى ما هنالك. حبيت بس أختم أنا انترفنشن على هيدي الفكرة. كمان اللي عنده أي سؤال يسأل، وبعرف طولنا عليكم بعد الغداء بس لازم نحكي كأن هالإكزامبليت ونوسيو. ميرسي. لا بالعكس، it was very interesting مروان، thank you. عندي سؤال، كان معي تليفون وسمعتك عم تقول سمك، شو كان موضوع السمك؟ كنت عم بقول لهم انا بتشيلي حولوا المداخيل من الصناعات الاستخراجية لاستثمار بالفيشريز، وقدروا اليوم يعملوا قطاع كثير مهم من قطاع يعني من الفيشريز، هو من اهم القطاعات اليوم موجودة، وبصدروا تونة وانواع عديدة من السمك. والصندوق السيادة جزء من المداخيل تبعه هي بتجي من القطاعات الفيشريز، يعني بتجي من السمك. بقى عم بقول لهم قدامهم انه حولوا البترول اللي هو شيء بيخلص لشيء، انا قلت لهم وقتها ما بيخلص، قلت لهم ما بعرف اذا بتوافق معي جين او لا، انه ما رح يخلص السمك من البحر ان شاء الله، لا يعني انا بحب السمك ما بوافق بس انا اكيد انه it's not yes or no بس انه it's not a renewable resource. نحن بنتكلم على بتكلم على اكثر كقطاع، اي انا فكر كان اكثر كقطاع ما بيتكل على شغله واحده عم تسحبيها وتخلص، انه في استمراريه لإله، في اداره جيده لإله، ولكن المدخول تبعه وقدره ناس تشتغل فيه هي اطول مدى من النفط والغاز. اكيد ابسولوتلي. انيويز بكره الانترفنشنز عن البيئه، ونحكي شوي اكثر عن هودي وعن السمك وهيك. رولا رافع ايده. رولا فيك تسالي سؤال؟ بونجور، كيفكم؟ بس
حابة أسألك استفسر أكثر عن تشرح لي أكثر الكونسبت الحوكمة يعني. وعندي سؤال هو بعيد شوي عن يعني عن اللي عم تحكوا والموضوع اللي عم تحكيه هو بس هيك ليكون عندي جنرال ايدياز لإلي. كيف برأيك الوير هاوسز فينا ننظمها ويصير عنا وير هاوسز ديفلوبت مثل بلدان برا، على الرغم انه ما عنا الانكام كتير مثل بلاد برا، بس كيف الطريقة ممكن يصير عنا وير هاوسز؟ سوري بس ما فهمت شو قصدك بوير هاوس. هادي الستورز الكبار اللي بيبقوا بيحطوا فيهم اشياء مثلا مستودعات كبيرة. اوكي بس شو قصدك هيدي ريليتد لشو للمداخيل ولا لا؟ هيدا سؤال خاص يعني بيساعدني لإلي محل معي بدراستي. رح بلشك بتاني نقطة. أنا ما بعرف صراحة، ما عندي ألمام يعني. أكيد مثل ما بنعرف كلنا الوير هاوس في له الحجم، له شو عم تحط بقلبه. كلنا بنعرف هلا موضوع الطحين وكذا، إنه في عندك سنسرات للحرارة، سنسرات للهيميديتي، سنسرات لما يكون في حريقة. في كتير معايير، بس إنه بدنا يكون في مني مختص بالموضوع، بيكون في حدا بيعرف أكتر شو نوع الأشياء اللي بتحطيها بالوير هاوس، شو هو البرودوي اللي عم بتخزنيه، ليه هدف التخزين تبعه، هل عم نحكي إهراءات قمح ولا عم نحكي تخزين آيفون ولا عم نحكي تخزين ما بقى يعني. مني اختصاصي ما بفضل ما جاوب كتير على هذا الموضوع. طيب بأول سؤال موضوع يعني استفيد من المعلومات النولج عندك. بس بهذا الموضوع مش كتير يعني ما الموضوع ما بعرفه. بموضوع الحوكمة، الفكرة اجت انه بمحل بيجي واحد بيقول لك انه انا اخذ ضريبة $100، بس انا هالضريبة استعملتها اشتريت فيها 6 كراسي للمكتب وجبت فيها 2 تلفزيون، اور المكتب تبعي في شخص واحد قاعد عليه وما عندي كهرباء. سو اليوم اعطيت هالاكزامبل تفرجي انه $100 هذا زلمة عن جد استعملها بهالمحل، يعني عن جد اشترى فيها 6 كراسي وعن جد جاب فيها 2 تلفزيون. بس اول سؤال مساله هي انت بحاجه لالهم؟ شو رح يفيدوك؟ ثاني سؤال بتساليه انت هل الاشياء اللي جبتهم رح يفيدوك بشغلك، رح يحسنوا طريقه شغلك؟ هون هيدا هيك الاكزامبل بس تنتقل على مبدا الحوكمه، انه انا اليوم كل شيء بالحياه في حوكمه، واهم شيء بالشان العام وبالدوله الحوكمة هي إنه نحن نعمل أحسن استعمال أو أحسن ريتورن أو أحسن مردود للموارد اللي عندي إياها نسبة لمصلحة الناس ومصلحة الشعب. هيدا هو إذا بديك معيار الحوكمة، بيجي بقلبه الشفافية، بيجي بقلبه الإيكواليتي، إيكوال أوبورتيونيتي للكل، يعني يكون في عنا فرصة متساوية لكل العالم. بيجي بقلبه طريقة اتخاذ القرار، يعني اليوم مثلا نحن اجا $1 مليار مداخيل للبنان من قطاع النفط والغاز، هل بيحق له وزير واحد ياخذ قرار شو بيعمل $2 مليار؟ انه هل نحن هالقد رح تكون بسيطة القصة، شخص واحد يكون عنده هالقد قدرة ياخذ هالقرار؟ سو شو هي آلية الحوكمة؟ يعني كيف بيجي فكرة معينة، بيجي اقتراح، بعدين بيصير في امضى، شخص اول امضى، شخص ثاني امضى، شخص ثالث، موافقة مجلس، موافقة هيئة. هيدا هو اطار الحوكمة اللي بيخلينا نحن نشوف آلية هالقرار اللي عم القرار اللي عم بيتاخد، كيف نحن عم نقدر نحسب اذا مناسب، كيف نقدر عم نحسب اذا مفيد، كيف عم نقدر نحسب اذا عن جد رح يقدر يوصل للتارجت اودينس تبعه ولا لا. هيدا كله سوا بسموها governance structure او governance بشكل عام، بيدخل فيها كذا معيار وكذا ليفل، ليفل اوف governance بسموه، وهي الاساس. لانه احنا اليوم لما يكون عندنا سيستم كامل متكامل من الحوكمة بيسموه الحوكمة الرشيدة good governance، لأنه governance فيها تكون bad governance. سو نحن بنسعى ليكون في good governance أو حوكمة رشيدة تنقدر نحن هل البرودوي اللي عنا اللي بالحالة تبع اللقاء تبعنا اليوم هو النفط والغاز، نقدر نحن نستفيد منه للآخر، إن كان بالطريقة العملية الأوبريشنال وإن كان بالطريقة الريفينيو، نقدر هالريفينيو نستفيد منه كمان لأفضل طريقة للشعب اللبناني. مرسي كتير. أهلا. ستيفان كمان raised his hand.
Stefan, go ahead. Sorry, I'm not sure كتير. بس عندي سؤال بالأحلى بدي أخذ رأيك بشيء. أعتبر نحن هلأ بعد 8 سنين عم نسحب بترول وبس عنا أزمة الدولار. بالنسبة لك شو أول شيء لازم نعمله بأول بادجت بيجي للدولة؟ مثلا let's say 100 مليون دولار أول مليون بتيجي للدولة شو لازم يعملوا فيه؟ أوكي. رح أعطيك هيك فكرة عامة. أول شيء ما بيكفي لبنان من هلأ 8 سنين إذا بعدنا عم نحكي بذات الأزمة. إذا ما صار في حلول من هلأ لسنة سنتين رح نكون بغير إطار عم نحكي أنا وياك مرة جاي لما نتلاقى إذا ما لقينا حلول ماكسيموم سنة. لأنه الأرقام تبعنا doesn't adapt ما بيقولوا. يعني في عندك أرقام مش مزبوطة وما حدا منا بيعرف شو الصح وشو غلط وفيها بجة بعد ما بجيناها للأسف. يعني بس إنه إذا ما صار في اعتبارات معينة رح نروح على المجهول. أحد في كتير أشياء لازم تنعمل قبل ما نوصل للإكزامبل اللي أنت عطيته. أول شيء بدك تعمل أنت كابيتال كنترول. ما في مجال بلد مثل لبنان في عنده أزمة دولار وأزمة رؤوس أموال ما في قانون كابيتال كنترول. ثاني شيء بدك تعمله بدك تعمل بسعر الصرف. ما في بلد بالعالم بيعيش فترة طويلة على 7 أسعار صرف. صار في عندك الدولار واللولار ولا ما هنالك. يعني اليوم الإصلاحات الستركتشرال مشان هيك كل دول داعمة شوي عشان عم نحكي شوي سياسي بس كل دول بقى تدعم لبنان وحتى صندوق النقد عم بيقول لهم يا جماعة عملوا إصلاحات معينة هي تاك 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 تنقدر نحن نجي نحط مصاري بهالبلد ونحسن البالانس شيت طبعاً ونحسن الإنفراستركتشر طبعاً. نعمل بروجكشن أو هيك 8 سنين لقدام رح نعتبر إن لبنان بعد عنده هالأزمة الاقتصادية وعنده هالمشاكل. أكيد 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 ما فيها تكون هالمصريات عم تستعمل لتضخ مصاري بقلب الدولة لتضخ مصاري لتدعم للبنوك يقدروا ياخذوا الناس الوديع تبعهم. ما رح تقدر أنت تحط هالمصريات بمحل رح يخلص لأنه نحن قلنا ما فيها تكون ناضبة. يعني هي أوريدي هالمصريات رح تخلص بس ما فينا نحطها بمحل كمان ما رح يعطيها نتيجة. اللي فيك تعمله هون بهذا لتسي نحن بعد عن هالمشكلة قررنا ناخذ 10% المداخيل نحطها بالموازنة السنوية تبع الدولة وما نحطها بالصندوق السيادة. لازم يكون الأولوية هي لحاجات الناس. اليوم حاجات الناس هي دواء المشتقات النفطية اللي بتخلينا نحن نستمر بهول الثلاث أشياء اللي بتخلي واحد يضل عايش عم يشرب بقى. إذا عم نساعد المستشفيات إنه تضل عندها الأدوية اللازمة والأدوات الطبية اللازمة للدولة نقدر نحن نجيب نضل نقدر نجيب أكل ونجيب الأساسات أكيد. وكمان نقدر نجيب نحن المشتقات النفطية اللي لازم تخلي الناس عايشين. هلأ دعم ما دعم كذا هذا كمان غير موضوع بده يكون في حديث اقتصادي عنه جدوى رفع الدعم أو عدم رفع الدعم. ولكن أفانتاجهم لهودي المصاري رح يكونوا عم بفوتوا لك شيء اسمه كلنا بنعرفه فريش ماني. لأنه أنت هالمئة مليون دولار مداخيل رح يكونوا جايين من دولة بعت أنت هالغاز وهي بعتت لك مصاري رح يكونوا 100 مليون فريش. هون الأساس لازم يكون على القطاعات اللي بتساعد لبنان يضل واقف عجراء أو يضل عايش مش واقف عجراء يضل عايش. إذا عم نحكي اليوم بعد 8 سنين بعدنا بذات الحالة هيك لازم يصير. ولكن الإصلاحات لازم تصير بغض النظر عن المداخيل. تحسين وضع هودي القطاعات لازم تصير بغض النظر عن المداخيل بتجي البترول. وأساس المداخيل هي أنه تحسن وضعه ترفع له مستوى مش تمنعه أنه ينزل. بقى هون كمان نحن واجباتنا ونحن كجمعيات نشتغل بهذا القطاع عم نشتغل إلى أنه لا يا خيي ما فينا نضل هيك لازم نحسن الحوكمة بالبلد بعدين نشتغل حوكمة قطاع نفط وغاز. ماشي كتير على ذاتك. أوكي. طيب. في حدا بعد عنده سؤال لمروان؟ أوكي. It seems not. Thank you Marwan for this comprehensive talk. It was very very interesting. Thank you for your time. Thank you everybody for attending today.
I hope everyone also will attend tomorrow. Tomorrow is our last day, and it will be about mitigating the environmental impact.